أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في غرفة الأخبار، وهذه المرة نصل إلى محطة النقاش والتي نناقش فيها موضوعين هامين وطنيين. سنبدأ في النقاش الأول حول قطاع السياحة. إذن أيام أو أسابيع قبيل حلول موسم الاصطياف هناك تحضيرات مكثفة على كل المستويات، على مستوى الهياكل، على مستوى المؤسسات، ولكن السؤال مطروح: ما مكان قطاع السياحة في النسيج الاقتصادي الوطني؟ كيف يمكن أن نصل إلى ما يعرف بصناعة السياحة في الجزائر؟ إذن مقومات سياحية تمتاز بها الجزائر سواء على مستوى الهياكل أو حتى على مستوى المناظر الطبيعية. مشاهدينا الكرام، الجزائر القارة تنتظر هذا الموعد، وهو موعد الصالون الدولي كذلك للسياحة، الذي يكون بداية من نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل شهر رجوان. فهذا المعرض سيكون فرصة للمتعاملين السياحيين لإبراز قدرات الجزائر وكذلك التعريف بهذه المقومات. نحن نتحدث عن بلد قارة، والزائر للجزائر سيزيد الترحاب، ولكن قطاع السياحة كذلك يحتاج إلى نهضة وثبة كبرى اقتصادية. سنتحدث عن قطاع السياحة، عن التحديات، عن المقومات، وكذلك عن العروض والتحضيرات لموسم الاصطياف، مع ضيفي في البلاطو في هذا الصباح الأستاذ رؤوف عايب، وهو متعامل في قطاع السياحة. صباح الخير سيدي الكريم. السلام عليكم. صباح الخير أخ شريف. نشكرك على تلبية الدعوة. بداية سيدي الكريم، نتحدث كثيرا على أن الجزائر بلد قارة، على أن الجزائر لها مقومات، ولكن لو نعطي للسياحة في الجزائر عنوان، ماذا تقول في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر قناة البلاد على استضافتها لي للمرة الثانية وسماحها لي لدخول بيوت الجزائريين عبرها، وأقرئكم السلام عليكم، وأتمنى في هذه الدقائق المعدودة أن نتطرق إلى راهن السياحة في الجزائر، والسياحة الصادرة والسياحة الواردة كذلك. ويعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات في كل الدول، ليس في الجزائر فقط، وهو يعتبر من أسرع القطاعات نمواً، ويمثل المحور الأساسي للاقتصاد في بعض الدول. وتوجد دول حيث أن وارداتها وفي في مجال السياحة تتعدى الصادرات. إذن في هذا المجال أريد أن أقول بأن السياحة تعتبر صناعة حضارية واجتماعية. بالنسبة للسياحة في الجزائر هنالك واقع نعيشه، ونحاول أننا كمتعاملين سياحيين أننا نساعد بأن نصل دائما إلى نقطة الانطلاقة الحقيقية للسياحة في الجزائر. بداية سيدي الكريم، نتحدث عن السياحة ولكن ربما لم نصل إلى صناعة السياحة في الجزائر. باش نوصلوا هذه المرحلة واش لزمنا؟ عندنا مقومات، عندنا إمكانيات، عندنا يعني تضاريس، عندنا شريط ساحلي يمتد إلى 1200 كيلومتر، ولكن يعني السياحة لم تكن في وقت سابق في أولى الأولويات بالنسبة للسلطات العمومية. الأخ شريف، الجزائر تمتلك من الإمكانيات السياحية والطبيعية ما يمكن أن يجعلها الدولة الأولى في شمال إفريقيا من الناحية السياحية. ولقد قامت الجزائر عن طريق إداراتها، عن طريق وزارة السياحة، بعدة مخططات، من بينها المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي سيكون مطلع 2025، والذي يعتبر الإطار الاستراتيجي للسياسة السياحية في الجزائر. ولكن حقيقة نعم، الانطلاقة السياحية في الجزائر نقول بأنها ليست كما نريد. لماذا هذا الشيء؟ الأخ شريف، أريد أن أوضح أمرا جد مهم، وهو الفرق ما بين سياحة الجمعيات والسياحة النظامية. سياحة الجمعيات الهدف منها هو النشاط، أما السياحة النظامية فالهدف منها هو إدخال العملة الصعبة إلى البنك الجزائري. ولا السياحة هذه الجمعية أو الجمعية ما تعطيناش عملة صعبة؟ لا، الجمعية الهدف منها هو النشاط في حد ذاته، أي أن السائح إذا جاء عن طريق الجمعية فالهدف من هذا أن يقضي وقتا ممتعا، أن يقول بأنه قد استمتع بالجزائر، أن يعطي رأيا إيجابيا، وتتوقف الأمور. الجمعية لا تقوم بعمل مربح. أما العمل السياحي النظامي الذي تقوم به الوكالات السياحية، يجب أن يدر أموالا مربحة للوكالة
وللجزائر. ولكن عندنا وكالات سياحية على كثرتها، ولكن ربما لم تصل إلى مفهوم السياحة النظامية، يعني ما زلت في السياحة الجمعية. نعم، هذا الأمر حقيقي. وهنا نتساءل، ما الذي ينقص السياحة في الجزائر لتنطلق تلك الانطلاقة الكبيرة، الانطلاقة التي نتمناها كلها، انطلاقة التي تتمناها الإدارة، يتمناها المنتخبون، يتمناها المتعاملون السياحيون، ويتمناها كل النقابات، الإدارات، الاتحادات إلى غير ذلك من زملائي في السياحة. ماذا ينقص الأخ الشريف؟ أريد أن أوضح في هذا المجال بأنه الفرق ما بين سياحة الجمعيات والسياحة النظامية اللي تقوم بها الوكالات السياحية هو شروط إحضار السائح إلى الجزائر. لماذا لا نحب السائح يأتي للجزائر؟ أهم شيء وهو أنه يدخل العملة الصعبة قبل ما يدخلوا السائح الجزائر الخارجي إلى الجزائر. إحنا المشكلة أنه عندنا هذه المقاومات، ولكن لما واحد تقول له باللي تقدر جاي الصيف باش تفوت هذا العطلة أو كذا، يقول لك نمشي إلى دول جارة أو دول أوروبية رغم أنه ما يعرفش بلده. لماذا هذا الفكر ما زال موجود في الجزائر؟ الجزائريون يريدون أن يكتشفوا بلادهم. العائلات الجزائرية أدرجت المفهوم السياحي في رزنامتها السنوية، في رزنامة الفصلية، وفي بعض الأحيان حتى رزنامة الأسبوعية. السياحة موجودة عند العائلات الجزائرية في المفهوم، لكن عندما نذهب إلى السياحة من ناحية الخدمات، الخدمات خارج الجزائر حاليا يوجد تنافس كبير. نعم، خارج الجزائر توجد سياسة سياحية. لا، نتكلم عن الجزائري يروح للخارج، يروح لدول يعني أوروبية أو دول جارة، ولكن ما يكتشفش بلاده. من رسخ هذه الثقافة لدى العائلات؟ شريف، أولا نتمنى أننا نتكلم عن السياحة الصادرة أو السياحة الواردة، كل واحدة على حدة. فنأخذ مثلا السياحة الصادرة، السياحة الصادرة وهي outgoing tourism. السياحة الصادرة أننا حاليا العائلات الجزائرية تعتادت على دول مثل تونس، اعتادت على دول مثل تركيا، اعتادت على دول مثل مصر، ماليزيا إلى غير ذلك. وهنالك وكالات كذلك تقوم برحلات إلى دول أوروبية ودول أمريكية. ولكن هذه الوضعية كذلك ساهمت فيها الوكالات السياحية تروج لهذه الوجهات، يعني لماذا؟ هذا السؤال اللي مطروح لكم انتم المتعاملين. شكرا. شوف خويا الأخ الشريف، هنا سنتكلم عن شيء اسمه الميزان السياحي. الميزان السياحي وهو الموازنة ما بين السياحة الصادرة والسياحة الواردة في الجزائر. وهنا نجد بأن السياحة الصادرة هي أسهل للوكالات من السياحة الواردة، وذلك لغياب عامل جد مهم. وهو العامل الجد مهم والذي سأحاول أن أقدم لك عبر هذه الحصة اقتراح إذا أخذ بعين الاعتبار، أعتقد بأنه سيكون نقطة انعطاف دالة السياحة في الجزائر، وهو كيفية التعامل مع الصرف السياحي. حاليا الجزائري إذا أراد أن يخرج إلى الخارج عنده منحة نص عليها القانون، يعني تصريف البنك، هذا معروف بها، وفيه مطالب بأنه الرفع، لأنه تقريبا يعطيك تقريبا 100 أورو ولا 120 أورو ما عندك ما تدير في الخارج. يعني المنحة هي أقل من 100 أورو، ولكن لا نريد أن نرهق كيف يمكن أن نرفع من هذه من نسبة هذه المنحة دون أن نرهق كاهل الدولة في من العملة الصعبة. كيف؟ ها أنا هذا هو الاقتراح اللي راح نجيك فيه. وفي هذا المجال الأخ شريف، أنا أعتقد وفق خبرتي في هذا المجال أننا في حاجة إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهي إنشاء المجلس الوطني لأخلاقيات السياحة، وسأخبركم كيف سيكون انعكاس إنشاء مثل هذا المجلس في السياحة. ثانيا اقتراح إنشاء الصندوق الوطني للإدخار السياحي. وماذا أقصد بهذا الكلام؟ الأخ شريف، إذا أردنا أن نبيع وجهة الجزائر إلى الأجانب، نبقى في النقطة تاع العملة الصعبة لأنها مهمة. أنت ذكرت لي اقتراح وهذا المجلس، هل هذا المجلس يوفر لي العملة الصعبة؟ لا، المجلس مجلس أخلاقيات السياحة هو مجلس يحدد أخلاقيات السياحة في الجزائر، التعامل بيننا، ويحدد ما له هو ما لا عليه بالنسبة للمتعامل السياحي. مجلس الأخلاقيات هو مجلس يحدد أخلاقيات السياحة، بينما
الصندوق الوطني للإدخار السياحي، وهي الفكرة التي أقدمها عبر هذه الحصة، هو ما سيحل المشكلة. سأوضح الأمر الأخ شريف ببساطة. هذا تقريب بنك يعني، تقصد بنك؟ نعم، بطريق البنك يعني. عن طريق البنك. حاليا شريف يجب أن تعلم بأنه إذا أردنا أن تكون لدينا سياحة واردة في الجزائر، فيجب علينا أن نروج لهذه الوجهة. كيف نروج لوجهة الجزائر؟ عن طريق الصالونات الدولية الموجودة في العالم. بل نروح للصالون لأنه عنده محور، لأنه فيه صالون دولي ينطلق نهاية هذا الشهر بالضبط في 30 مايو. ولكن تكلمت على هذا الاقتراح وهو صندوق الادخار بالنسبة للسياحة، ماذا يفيد؟ هذا هو المهم. أخ شريف عفواً، أنا لا أتكلم عن الصالون الجزائري. لا، نتكلم على صندوق الادخار مقترح بالنسبة لي. نعم، صندوق الادخار السياحي أقصد به أننا إذا أتينا بسائح إلى الجزائر. أيوة. فلنأخذ مثالا بسيطا، أنا السائح هذا رح نبيع له نزل أو سيجور اللي هو مدة إقامة مثلا في بقيمة 24 مليون سنتيم. السائح هذا لما نبيعه له رح تكون عنده بحوالي 1000 أورو، لكن إذا حسبتها بتقييم البنك ستكون حوالي 1400 أورو. الفرق كبير جدا. إذن في حالة وجود منافسة غير شرعية مع الوكالة السياحية، وهنا اللي يدخل مجلس أخلاقية المهنة، هنا راح السائح يتوجه نحو المنافسة غير الشرعية، ونحن نريد أن نؤطر السياحة في يعني الجزائر. تريد أستاذ رؤوف يعني أنك تمتص الكتلة النقدية خارج البنك اللي موجودة ومتداولة في الشارع؟ أريد أن أؤطر الكتلة النقدية التي من العملة الصعبة التي تدخل إلى الجزائر. كيف ذلك؟ أنه الوكالة يعني السائح، اسمح لي، السائح بدل أنه يروح يصرف الأموال تاعه في سكوار أو في مكان آخر، يجي لهذا الصندوق ليقترحه رؤوف. ربي بارك فيك. لكن كيف لنا أن نجعل من السائح يذهب بأمواله إلى البنك على أن يذهب بها إلى سوق سوداء؟ هذا الأمر باستخدام ما يسمى بالقانون الذكي. وعندما نقول القانون الذكي، وهو القانون الذي يصب في مصلحة من يسنه وفي مصلحة من يطبق عليه، فيصبح من يطبق عليه القانون يسهر على تطبيق القانون. المشكل هنا وهي الوكالة السياحية. أستاذ رؤوف، احنا المشكل بين الدجاجة والبيضة. احنا قبل ما ندخل السائح وندير هذا العمل الصعبة، كيف يمكن أن نقنع السائح الأجنبي يجي الجزائر ويروح دول جارة؟ الأخ شريف، على هذه بديت لك بالملتقيات الدولية للسياحة. احنا زرت كثير من الدول وملتقيات سياحة، من بينها The World Travel Market WTM لندن، من هو من أكبر صالونات، كان ITB برلين في ألمانيا، كان عندنا كثير من الملتقيات الدولية وين الجزائر كانت تحضر، وين أي دولة لما تحضر بطاقم كبير. الطاقم هذا فيه الإدارة، وزارة السياحة، فيه الفنادق، فيه الوكالات السياحية، فيه منصات التعامل، فيه شبكات النقل إلى غير ذلك. هادو كامل يروجون إلى وجهة البلد. احنا لما يكون عندنا صالون في أي مكان في العالم، علينا أن نذهب ونروج لهذه الوجهة. كيف ذلك؟ بطريقة نظامية مع وزارة السياحة أو ديوان السياحة. نذهب مثلا، نأخذ مثال بسيط، نذهب إلى إنجلترا. في الصالون القادم راح يكون في 5 نوفمبر 2025. إذا ذهبنا إلى إنجلترا يجب أن تكون معنا الوكالات السياحية، منصات الحجز، الفنادق، خرائط الجزائر، الخرائط السياحية الخاصة بالولايات. فنروج هناك للوجهات، نقوم بدعوة المتعاملين، نقوم بما يسمى إيديكتور. إيديكتور هو أننا نختص بعض الوكالات السياحية من كل منطقة في العالم ونجيبهم للجزائر، ونقوم بجولات سياحية لهذه الوكالات ونعطيهم برامج سياحية. هم سيقومون بترويج الوجهة لزبائنهم ثم يأتون للجزائر. لكن إذا أتوا للجزائر يجب أن نكون قد حضرنا أنفسنا لسياسة مالية منظمة في هذا المجال. والاقتراح في هذا المجال أخ شريف ما هو؟ وهو أنه أي وكالة سياحية تجيب سياح للجزائر، نهزنا مثلا جبت 100 سائح للجزائر، إذا جبت 100 سائح للجزائر ودخلوا معهم مثلا قيمة 100 ألف أورو، 100 ألف أورو هذه تصرف في البنك، ولكن تصرف باسم الوكالة وتبقى وكأنها صندوق ادخار، يبقى عند البنك لمدة 6 أشهر مثلا، مدة معينة، أي يستفيد البنك من العملة الصعبة لمدة معينة، ويحق للوكالة السياحية أن تستعمل هذا المبلغ فيما بعد من أجل خروج الجزائريين إلى وجهات أخرى.
مثلا إذا أنا جبت سياح للجزائر ومثلا بقيمة 100,000 أورو، بعد ذلك جيني أنت الشريف حاب تروح لتونس، حاب تروح لتونس تروح تسقسي، قال أنا حاب نمشي للفندق الفلاني، يقول لك يدي 24 مليون، تشوف الوكالة الثانية يقول لك يدي 24.5، الوكالة الثالثة يقول لك يدير 25 مليون، تجي عندي نقول لك يدير 16 مليون. تنافس يعني منافسة. تقول لي رأوف سامحني، كيفاه يدير عند الناس 24 وعندك يدير 16؟ نقول لك أنا لأننا عندي صندوق الادخار السياحي، لأن الأموال هذه بدل ما تذهب للسوق السوداء وتبقى مدة 6 أشهر في السوق السوداء، تبقى في البنك 6 أشهر وأنا نعاود نبيعها بنفس السعر الصرف، وهو ما يسمى فكرة الادخار السياحي. في هذه الحالة الأخ شريف، عندنا أكثر من 4,000 وكالة سياحية في الجزائر ستبدأ في أن تفكر في أن تحضر السياح للجزائر، لأني إذا أحضرت السياح سيكون عندي رقم أعمال مضاعف، رقم الأعمال الإنكامين السياحة الواردة، وهو نفس رقم الأعمال الصادر. وفي هذا المجال يتاح لي المجال بأن أحجز الفنادق عبر الصندوق الادخار السياحي، يحق لي أن أعطي المنحة قيمة معينة أرفع منها المنحة، يحق لي أن أستعمل التذاكر فيما يسمى بلاتيستاسيون دو سيسيون دو فيز، لأن تذاكر الطيران توجد مثلا لما إذا أخذنا وجهة إلى أمريكا، فالتذكرة لا تباع بالدينار الجزائري في الجزائر، التذكرة جزء منها بالدينار وجزء آخر عن طريق عملة صعبة. هذا بالنسبة للمشاركة الخارجية لوكالات سياحية، ولكن عندنا كذلك عندنا صالونات دولية تحضر فيها دول أخرى، ما دور وكالات سياحية في الترويج للسياحة عبر هذه المنافذ، الصالون مثلا الدولي الذي سيقام نهاية الشهر؟ تتكلم على الصالون الدولي في الجزائر؟ نعم، الصالون الدولي في الجزائر الأخ شريف، هو احنا يجب أن نستغل أي منبر إعلامي في هذا المجال للترويج للسياحة الجزائرية. أتمنى بالنسبة للصالون الدولي الذي سيقام نهاية الشهر بإذن الله، أنه بداية الشهر المقبل، أنه الولايات، وهذا أمر نتمنى أنه يكون الشريف، أن الولايات يحضروا بخرائط سياحية، نتمنى أن تكون الخرائط السياحية تاع كل ولاية، الأماكن السياحية، خرائط الطرق، هذه الأمور ناقصة، لا نحضر فقط عن طريق مقالات يمكن اقتناءها من الانترنت، لأنه كل ولاية يجب عليها احنا نفتقد تجيب مقوماتها السياحية. شريف، نحن نفتقد لخرائط سياحية في الجزائر، نفتقد لخرائط النقل، نفتقد لما سنبيعه للسائح. السائح ما يجيش للجزائر فقط من أن يأخذ من أجل أن يأخذ بعض الأمور التقليدية، لا، لأن الجزائري إذا ذهب إلى الخارج يأتي محملا بالحقائب. أريد فعلا أن الأجنبي لما يأتي للجزائر أن يخرج محملا بالحقائب. ماذا سنبيع للسائح بغير الوجهة السياحية؟ نعم، الدولة استثمرت في مجال التهيئة القاعدية وقدمت تسهيلات كبيرة، الدولة قدمت كذلك فتحت المجال للاستثمار في هذا المجال، الوكالات السياحية تعمل على أنها تمشي هذه الوجهة، لكن الأخ شريف بغياب سياسة واضحة للعملة الصعبة، هذا الأمر يجعل الانطلاقة شبه مستحيلة. إن فكرة الصندوق الوطني للإدخار السياحي إذا تم تبنيها من طرف الدولة الجزائرية ستكون نقطة انعطاف في دلة نرجعوا إلى السياحة الداخلية سيدي الكريم، لأن المواطن كذلك معذور في هذا الأمر، يقول لك أنا لما نمشي الوكالة السياحية هذه الوكالة السياحية تطلب لي مبلغ مضاعف، وإذا كان رحت غير منظم السعر سيكون أقل. إذن ما دور كذلك هذه الوكالات السياحية في إعطاء وإبراز يعني هذه القدرات السياحية وبأقل سعر وبخدمات كذلك عالية مرتفعة؟ الأخ شريف، إذا تكلمنا عن سعر، ما يقال سعر مضاعف، لا يوجد سعر مضاعف، وإنما يمكن أن يكون سعر لا أشارك الرأي، لو كان نروح لدولة أخرى يعني جارة نلقاو هنا إذا كانت ديت أنت 3 ملايين من عندك هنا 3 ملايين يبيتك ليلة في فندق في الجزائر، ولكن 3 ملايين في دولة أخرى يبيتك 4 أيام وخمس أيام، أليس كذلك؟ احنا نتكلم هنا على مستوى الخدمات ما بين الأسعار ما بين الجزائر ودول أخرى. نعم، هذا الأمر الأخ شريف نعم موجود، لأنه الهياكل السياحية عندنا هنايا حاليا راهي في نمو، إذا نقص الهياكل السياحية راح يخلي أنه الطلب راح يكون أكثر من العرض. مش من نقص، يعني تلقى هذا الفندق فيه 100 غرفة يشتغل منها فقط 40 و60 هذيك فارغة، لماذا؟
هذا سؤال يطرح على الفنادق الأخ الشريف. ولكن أنتم كذلك في الوكالات السياحية تتعاملوا مع هذه الفنادق؟ نعم نتعامل مع هذه الفنادق بكل صراحة، أصبحت ليونة أكثر من جانب الفنادق في الجزائر. الفنادق في الجزائر بدأت تكون عندهم سياسة استقبال، بدأوا يعدلوا الأسعار نتاعهم في هذا المجال. بالنسبة هذا وينفاقوا يعني؟ لا ما نقولش هذا وينفاقوا، كاين أمور الشريف لازمها وقت، كاين أمور الإنسان كي يبدأ يخدم يقدر يعرف باللي مع مرور الوقت بأنه يجب عليه أن يدوصلينيه، يجب عليه أنه يعدل نفسه مع السوق. ولكن سيد الكريم يعني ربما السياحة لا تعتمد فقط على الفنادق، يعني نقدروا من خلال البنغالون، من خلال المخيمات، من خلال بعض يعني حتى في فكرة العام الفارط وزارة السياحة استعملت بعض المؤسسات التربوية للترويج للسياحة، يعني الأمر ما يستحتاج إلى فنادق يعني دائما. الأخ شريف أنا شخصيا لا أفضل المؤسسات التربوية تتحول إلى فنادق، لا هذا أمر غير مقبول. مش فنادق يعني ربما بعض الهياكل تروج للسياحة على في المغرب. هذا يا شريف هو الإطار الجمعوي، الإطار الجمعوي لا كان حبيت تدير عن طريق جمعية، عن طريق خدمات اجتماعية وتذهب إلى إقامة جامعية أو إلى مدرسة، هذا إطار جمعوي. الوكالة السياحية لا تشتغل بهذه الطريقة شريف. الوكالة السياحية مطلوب منها أنه لأنه في السياحة كاين زوج حوايج، كاين الأموال تاع الجزائريين ما بيناتنا، صح، وكاين الأموال اللي تجينا من الخارج. نحن في حاجة إلى أن نضخ أموالا بالعملة الصعبة في البنوك الجزائرية، هذه هي السياحة النظامية التي نريد أن ننطلق إليها. أما قضية أن أقارن بين السياحة النظامية وسياحة الجمعيات فلا مجال للمقارنة. نعم سياحة الجمعيات هي مقبولة وهي وعندها مجالها، لكن سياحة الوكالات السياحية نحن لسنا هنا لنقوم بالنشاط من أجل النشاط، وإنما على الوكالة السياحية أن تدخل عملة صعبة إلى الوطن، الوطن في حاجة إلى العملة الصعبة. الوكالات السياحية إذا انتهجنا سياسة واضحة ستكون اليد الأيمن للدولة الجزائرية. بالنسبة لكذلك المواطن لا يمكن أن نبخسه حقه، يعني المواطن كذلك عنده لازم وقت يترفه يعيش حياته، يعني وصل العطلة ما يبقاش ولاده مريحين فقط يعني، ولكن نهتم به كيف يعني نوفره منتوج سياحي داخلي، ما نتكلموش على العملة الصعبة، ولكن كذلك السياحة الداخلية كيف نرقيها، المواطن هذا كذلك كيف يتفرهد كما يقولوا. الأخ شريف لكي ننمي السياحة الداخلية أولا يجب علينا أن ننظم أنفسنا، وإن اقتراح المجلس الوطني لأخلاقيات السياحة سيجعل الوكالات السياحية تنظم نفسها، سيجعلنا نعرف الفرق ما بين الوكالة الشرعية وما بين بعض الوكالات التي أو بعض المكاتب التي تمتهن مهنة السياحة وهي غير مخولة لذلك، لأن هذه المكاتب التي ليس لها مصاريف بالإضافة إلى ما يوجد حاليا بالبيع عبر الإنترنت، هذا الأمر الذي يعتبر خطير والذي يجب أن نواجه هذه الظاهرة. إذا واجهنا ظاهرة البيع عبر الإنترنت وإذا واجهنا المكاتب غير الشرعية سنقف مع عدة الوكالات السياحية النظامية ونمشي في الإطار القانوني والنظار الإطار التنظيمي عبر مجلس أخلاقيات الذي هو غير موجود حاليا. حاليا مجلس أخلاقيات موجود عند الأطباء، عند الصيادلة، عند المهندسين المعماريين، لكنه غير موجود عند الوكالات السياحية، وهو أمر جد ملح. الوكالات السياحية غير مطلوب أن الوكالة تكون مجاورة للثانية، مطلوب أننا نحدد أخلاقيات العمل. إذا نظمنا صفوفنا يمكن لنا أن ننظم السياحة الداخلية. تكلمت منذ قليل قلت لي موجود 4000 يعني وكالة سياحية، هل هذا كافي بنظر مقومات الجزائر؟ هل 4000 هذو قادرين على دولة قارة؟ الأخ شريف تبقى 4000 وكالة سياحية، القضية ليست قضية عدد. كيف؟ وهي قضية نوعية. ماذا ستقدم هذه الوكالات؟ حاليا جل الوكالات السياحية تعمل من أجل السياحة الصادرة ولا تعمل من أجل السياحة الواردة. إذا وظفت هذه الوكالات من أجل سياحة واردة وصادرة في نفس الوقت باعتماد الصندوق الوطني للإدخار السياحي ستكون لدينا قوة اقتصادية كبيرة في المجال السياحي. أستاذ بالنسبة لمشاركتكم في بعض الصالونات الدولية السياحية بالنسبة للجزائر، كيف ينظر الأجنبي للجزائر رغم يعني ما يقال وما يشاع حول الجزائر، ولكن الجزائر وجهها ناصع ولها إمكانيات، كيف يرى الأجنبي الجزائر بعيون السياحة؟
بالنسبة للأجانب هنالك نوعان، هنالك من يعرف الجزائر وهنالك من لا يعرف الجزائر. عادة من قليل اللي ما يعرفش الجزائر. عادة من لا يعرف الجزائر أنا أقول له أنت لا تعرف الجغرافيا. صحيح. فأنا ليس لي أن أعرفك بأن في العالم دولة اسمها جزائر. أنت لا تعرف الجغرافيا. إذا كنت تعرف الجغرافيا فدعني أكلمك عن الجزائر. عندما نمشي وحنايا للملتقيات الدولية الخاصة بالسياحة نعمل دائما على الترويج للسياحة الجزائرية. نعمل دائما أنا لا أعمل على تبييض صورة الجزائر فهي بيضاء. صح. لا أعمل على على أن أشرف الجزائر فهي مشرفة، ولكن أعمل فقط على التذكير والتوضيح والمنافسة مع الوجهات كيف الأخرى. ينظروا لي كيف ينظروا للجزائر يعني؟ والله يشرف بكل صراحة الناس اللي تلاقيتهم يعني جلهم يتمنوا يجوا للجزائر، جلهم يتمنوا أنه تكون إجراءات سهلة للدخول إلى الجزائر وسهلة الوضعية بطبيعة الحال، أنهم يتمنوا إحنا أنه تكون إجراءات التأشيرة تكون سهلة، ولكن هذه الأمور أي تأشيرة تخضع إلى نظامين، النظام القبول الأمني والقبول الإداري. القبول الأمني لا يمكننا التدخل فيه نهائيا، والقبول الإداري يمكن أن نعالجه بإجراءات إدارية. الوفود لما نجيبوها للجزائر الشريف إن أهم نقطة هي كيف ستدفع هذه الوفود تكاليفها. هل ستدفع تكاليف صورية بمثلا أنه كل مثلا في 100,000 أورو يجي يصرفوا 2,000 أورو والباقي يروح للعملة الصعبة ويروح للسوق السوداء، أم أنها ستذهب إلى البنك؟ نريد أن تكون الوكالة السياحية هي الساهر على أن هذه الأموال تدخل إلى البنك الجزائري لأننا نستعملها فيما بعد. وفي هذا السياق الأخ شريف أريد أن أوضح أمرين، بأن الصندوق اقتراح الصندوق الوطني للإدخار السياحي هو موجود للأجانب وكذلك للإخوة المغتربين. المغتربين سيكون نظام وفيه نظام تنقيط آخر، أتمنى أن تكون حصة مخصصة لهذا المجال. إذن يعني أسابيع قبيل حلول موسم الاصطياف، سيدي الكريم ماذا يمكن أن تتحدث عن هذا الموسم، التحضيرات وما هي الكلمة التي توجهها للمتعاملين وكذلك للسائح الأجنبي والجزائري؟ أولا فيما يخص موسم الاصطياف، الوكالة السياحية بدأت تحضر في هذا المجال عن طريق دورات تكوينية وهي ما يسمى بليزيديكتور. إيديكتور كاين الكثير من الدورات التكوينية للوكالات السياحية، زيارات للفنادق خاصة في الغرب في الشرق في الوسط إلى غير ذلك. الأمر اللي نتمناه يكون في الجزائر الشريفة، نتمنى أن تكون عندنا مناطق كاملة للسياحة. شريف أنا زرت بلدان، يعني نعم علي رب العالمين، زرت بلدان كثيرة في العالم بإمكانيات بسيطة، ونعم علي بقلب يحب هذه البلاد، بقلب أني أي بلاد ندخلها نتمنى بلادي تكون خير منها. شريف الجزائر فيها تنوع كبير جدا. نزو مثال بسيط، احنا حاليا الجزائريين يتمنوا يروحوا لسويسرا. المناظر التي رأيتها في سويسرا في سبيز مثلا ولا انتلاكن هي نفس المناظر الموجودة إذا وقفت في بلدية حيزر مقابل في كجدة. نتمنى نشوف لتران غلاسيي اللي هو القطار الموجود بسقف زجاجي، نتمنى أني نشوفه يدور جبل تيكجدة، نتمنى أني نشوفه في الشريحة، نتمنى أني نشوفه في الشيليا في باتلا، نتمنى نشوف القرى السياحية الحقيقية، نتمنى أنه تكون عندنا، نتمنى أنه مثلا في مزيت الجانات، نتمنى أنه حتى الزيارات تكون بالسيارات الرباعية، أنه نقدر حتى في مناطق معينة ندير قطار سياحي صغير لأنه راح يكون عنده أثر كبير. نتمنى كذلك أنه تكون عندنا مناطق سياحية كاملة كما مثلا جارتنا تونس. تونس بنوا ياسمين حمامات في مدة صغيرة، يمكن لنا أن نبني مثل هذه الأماكن السياحية وإن تكون قرية سياحية كاملة حدودية. الوكالات السياحية مستعدة. شريف تلقيت كثير من الوكالات السياحية كثير، صدقني شريف ممكن يختلفوا في الرؤى يختلفوا في الأشخاص، لكن اتفق الجميع على أنهم يريدون النهوض بالسياحة الجزائرية. شكرا لك الأستاذ رؤوف عايب وأنت المتعامل في هذا المجال، نتمنى أن نلقاك في فرصة قادمة بحول الله. شكرا جزيلا على المشاركة. مشاهدينا الكرام بهذا نأتي إلى ختام هذا الجزء من فقرة النقاش، ولكن غرفة الأخبار متواصلة، ابقوا معنا.